بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن كونسبت جديد اسمه الستاتيك فاريبلز. ايه موضوع الستاتيك فاريبلز بقى؟ احنا كنا بنشوف كلمة ستاتيك كده ساعات بنستخدمها ومش فاهمين بنستخدمها ليه. النهاردة بقى ان شاء الله هنتعرف على كلمة ستاتيك. مبدئيا كده انا عشان يعني اوريكم المفهوم بتاع فكرة ستاتيك هي ايه، انا عندي الفاريبلز اللي انت ممكن تكتبها هنا اللي هي الانستنس فاريبلز، عندي منها نوعين. خلاص دي كده نوعين. النوع الاولاني الستاتيك فاريبلز، ودي ما عنديش حاجه منهم دلوقتي، انا ما عملتش ستاتيك فاريبلز. والنون ستاتيك يعني اللي ما هماش ستاتيك، ودول اللي انا عاملهم، ما مش كاتب كلمه ستاتيك قدام ولا واحد من دول. خلاص ايه الفرق بقى بين الاثنين؟ الفرق بينهم ان النون ستاتيك فاريبلز بيخص انستنس معين، بيخص اوبجكت معين، اما النون اما الستاتيك فاريبلز ما يخصوش اوبجكت معين. يعني ايه؟ مش فاهمين. تعال نشرح بالمثال ده. هنا مثلا انا بتكلم على الكلاس اللي اسمه ستودنت. لو انا عايز مثلا اعمل متغير اسمه كاونتر بيعد عدد الطلبه اللي عندي دلوقتي كام اوبجكت انا عملته من الكلاس اللي اسمه student، هل القيمة بتاع المتغير ده تخص اوبجكت معين؟ يعني كل اوبجكت له نيم وفيرست نيم ولاست نيم وديت اوف بيرث واي دي وجي بي اي مختلف عن التاني، انما كلهم مشتركين في الفكرة بتاعت ان احنا عددنا كام، يعني هي اي يعني قيمة مشتركة للكل. خلاص يعني مش كل واحد له قيمة مختلفة عن التاني. لما تحب تعمل حاجة شكل كده، يعني variable هيخص الكلاس اللي اسمه student اللي هو هيحط فيه عدد الأوبجكتس بتاعه، لكن ما يخصش أوبجكت معين بعينه، ساعتها استخدم ال static variables. طب ازاي؟ انا هعمله public المرة دي عشان انادى عليه من بره الكلاس كده باسمه، وبعد كده انتوا لو حابين تعملوا له get و set method بعملوها. بكتب public بس بعدها بكتب كلمة static. انت عايز نوعه ايه؟ integer، وهسميه counter. بس كده. طب ايه يا سيدي اللي انت هتعمل بالكاونتر ده؟ كل ما نيجي نعمل اوبجكت هزود الكاونتر بواحد. طب يعني ازود الكاونتر بواحد فين؟ مين الكود اللي انا ضامن انه يتنفذ كل ما كريت اوبجكت؟ الكود بتاع الكونستراكتور. يبقى هاجي في كل كونستراكتور هنا الكونستراكتور اللي يتنادى عليه يزود قيمة الكاونتر بمقدار واحد، سواء بقى عملت اوبجكت بالكاونت بالكونستراكتور اللي فوق او بالكونستراكتور اللي تحت، هزود الكاونتر بمقدار واحد. بس كده. تعالوا بقى نستخدمه كده نشوف ازاي استخدمه. انا مثلا هنا عملت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ستودنت اسمه S1. خلاص عايز اعمل كمان واحد كمان اوبجكت اهو، اسميه مثلا D2، ومثلا خلي 1/1/2017 مثلا، وده خليه D2، والطالب ده سميه مثلا مريم علي مثلا، والأخينا ده مثلا 1111، والجي بي اي بتاعها مثلا 3.2، والطالبة دي هديها الاس 2 البوينتر اس 2. كده انا عندي كام كاونتر في كام اوبجكت هنا؟ 2. فالمفروض الفاريبل اللي اسمه كاونتر يكون في كام؟ القيمه 2. تعالوا نتاكد، وبعد كده عايز اطبعه، يعني عايز اطبع الكاونتر ده. الفكره بقى اطبعه ازاي؟ يعني هو ما يخصش اوبجكت معين، يعني هقول s1.counter ولا s2.counter؟ الحقيقه كله صح، يعني لو قلت لك اطبع s1.counter هيطبع قيمه الكاونتر، ولو قلت لك اطبع s2.counter هيطبع s2. خد بالك بقى هنا في حاجه جديده عليك. ايه بقى؟ ان انا ممكن انادي على الكاونتر باسم الكلاس مش باسم الاوبجكت. يعني ممكن اقول كده student.counter ودي تشتغل برضك. يبقى الثلاثه دول اقدر استخدمهم عشان يطبعوا نفس القيمه اللي هي قيمه الفاريبل اللي اسمه counter، لانه شيرد ما بين كل الفاريبلز، عشان كده كمان ممكن اقدر استخدم انادي عليه باسم الكلاس بتاعي. تعالوا نعمل debugging ونشوف. مبدئيا كده اول ما بتفتح ال variables بتاعتك بتلاقي في مكان لل static variables اللي هي في البرنامج حاجات تانية مش عايزينها، وال arguments ده اللي هو ده.
خلاص مش عايزينهم دلوقتي، سيبك منهم دلوقتي. خلينا ننفذ اول امر. هيعمل ايه؟ هيعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه date، وهيبقى فيه التلات variables المعروفين ال day وال month وال year. خلاص بعد كده هيعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه student. بص بقى في student هيبقى شكله عامل ازاي. مبدئيا student تفتحه كده هتلاقي فيه الفيرست نيم واللاست نيم والديت اوف بيرث والاي دي والجي بي اي عادي، بس زود تابه جديده كده اسمها ستاتيك. ايه بقى فيها؟ الستاتيك فاريبلز. مين الستاتيك فاريبلز؟ هي الكاونتر. طب ليه يا عم انت خصصته لوحده كده؟ لانه هيتعامل معامله خاصه، ما هو هو مش زي الفاريبلز دي. ليه؟ الفاريبلز دول يخصوا اس 1، انما الكاونتر ده ما بيخصش اس 1 لوحده، بيخص اي ستودنت. تمام. تعالوا بقى نعمل دي 2. هيعمل دي 2، دي 2 اهو، في برضو جداي والمانث والير. هقفله دلوقتي. تعالوا بقى نعمل الستودنت التاني. الستودنت التاني هيبقى نفس الموضوع. خلي بالكوا الكاونتر في ستودنت 1 كان بكام؟ كان بواحد. لما عملت الستودنت التاني بقى بكام؟ 2، لان كل ما اعمل اوبجكت القيمة بتتغير، سواء القيمة اللي موجودة في اس 1 او في اس 2، لان هما الاتنين قيمة واحدة اصلا، يعني هو اصلا فاريبل واحد. خلاص. طب دلوقتي بقى لما احب اطبعه، شوف انا لو قلت له اس 1 دوت كاونتر هيعمل ايه؟ هيجيب اللي هيروح الستاتيك فاريبلز اللي في الكلاس بتاعت اس هي الكاونتر اللي هي قيمتها ب2. طب لو اس 2 دوت كاونتر نفس الموضوع، هي نفس الفاريبل اصلا بس هو قاسمه لك هنا 2 يعني عشان يوريك. لو قلت له ستودنت كاونتر هو نفس الفاريبل، فالتلاته هيطبعوا القيمه كام؟ هيطبعوا القيمه 2. فدي كده اهو 2. اجيب لك الاوتبوت فاريبل تاني، لو انا طبعت التاني برضو كان يطبع 2، والتالت بالمرة بقى 2. يبقى كده الاوتبوت كله طبع 2، لان كلهم ليهم نفس القيمة. اما لو انا قلت s1.firstname مثلا، لا القيم هنا مختلفة، بنسميها بقى الانستنس فاريبلز، اما دي بنسميها الستاتيك فاريبلز والتانية نون ستاتيك فاريبلز. اتمنى الكونسبت بتاع الستاتيك فاريبلز يكون واضح. بنستخدمها امتى؟ لما احب اعمل داتا شيرد ما بين كل الاوبجكتس. يعني انا عندي كل الطلبة في بينها وبين بعض معلومة مشتركة، كلهم مشتركين فيها، ما تخصش واحد لوحده، يبقى ساعتها اعمل الفاريبل من النوع استاتيك. طب ليه بقى انا كنت بعملها قبل كده في الامثلة اللي انا كنت بعملها قبل كده؟ لان انا كنت بقدر انادي عليها بنفس اسم الكلاس، وبالتالي اصلا لو انت في نفس الكلاس، يعني انت لو عامل فاريبل هنا instance variable هنا في الكلاس اللي فيه المين ميثود وخليته static، تقدر تنادى عليه باسم الكلاس، وعشان انت اصلا في نفس الكلاس مش لازم تحط اسم الكلاس. وكنت بستخدم الحتة دي عشان اهرب من ان انا ما اعملش object من الكلاس ده، لان انتوا لسه مش فاهمين يعني ايه object. خلاص. ده كده بالنسبة لي الstatic variables. في بقى زيها الstatic methods، يعني زي ما في static variables في static methods. امتى بقى استخدم اعمل static methods؟ يعني احنا فهمنا دلوقتي ازاي امتى اعمل static variable، لما الداتا تبقى shared وما تخصش object معين. طب امتى اخلي الميثود static؟ تخلي الميثود static لو بتشتغل على static variables. يعني انا مثلا الكاونتر ده عايز اجيب اعمل ميثود ترجع قيمته، يبقى الميثود دي لازم تبقى static. يبقى زي كده مثلا public static int get counter مثلا، يبقى دي لازم تبقى static. ليه؟ لان هي هتشتغل على static variables. ليه؟ لان كل ال variables اللي هتكتبها جوه الميثود دي هتبقى من النوع static. بس كده. فيبقى static methods بستخدمها مع ال static variables. وهنا نفس الموضوع، لما احب انادى عليها ممكن انادى عليها باسم الكلاس. يعني ممكن بدل ما اقول student.counter ممكن اقول .getCounter وهتشتغل. انما الميثودز الثانيه ما اقدرش انادى عليها باسم الكلاس. يعني شوف كده، لو قلت student dot مش هتلاقي جايب لك الكاونتر والجيت كاونتر بس. طب يا عم ده انت الكلاس student ده فيه variables كتير. لا، ما هم تبع يعني تبع الاوبجكتس مش تبع الكلاس بشكل عام، ما هماش static يعني بمعنى تقني شويه. اتمنى الكونسبت بتاع الستاتيك فاريبلز يكون واضح،
وان شاء الله يعني كده تقريبا احنا خلصنا الشابتر الاولاني في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. هبعت لكم بقى شويه امثله تحلوها كده بحيث تتمكنوا من الشابتر ده شويه، وبعد كده ندخل في الحاجات المتقدمه شويه شكل الانهيرتنس ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.